أنا جابر الجمل في جورب وجبل، أنا جابر الجمل في جورب وجبل، أنا جابر في جديد وجور وجبنة وجليل. أهلاً أهلاً، تفضل الجزر. شكراً، الجزر، أحب الجزر، كم أحب الجزر. شكراً، تفضل الإيجار. شكراً. مهلاً، أنتما ماذا ستأكلان؟ المثلجات. حقاً، أين هي؟ مثلجات جمل عرف إنها حرف الجيم. هو حرف الجيم صوته ش. جبنة جبنة. شجرة شجرة. جزر جزر. والآن سنلعب لعبة حرف الجيم. لعبة حرف الجيم، يوبي. والآن اسمعوني جيدا يا أطفال، سنحدد أين نسمع صوت ش في الكلمات من خلال تقطيع الكلمات والتصفير. الكلمة الأولى جلس. 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 نعم، أين نسمع صوت ش؟ أول. أول. جيد. الكلمة الأخيرة شجرة. شجرة. أين نسمع صوت ج؟ أول، وسط أو آخر؟ وسط. ممتاز يا أبطال. سنقرأ الآن حرف الجيم مع الأصوات الطويلة. جهاء، جاء، جهؤ، جو، جهئي، جي، جا، جو، جي. سنقرأ الآن حرف الجيم مع الأصوات القصيرة. جه فتحة، ج، جه ضمة، جو، جه كسرة، جي، جا، جو، جي. والآن سنبحث عن حرف الجيم ونضعه في المكان المناسب. أولاً ابحثي عن حرف الجيم، هيا. جيد، هذا حرف الجيم. أين هو حرف الجيم أيضاً؟ ممتازة. أين هو حرف الجيم؟ هيا بسرعة، انظري جيداً. هل هذا حرف الجيم؟ لا. أين النقطة هنا؟ جيد، هذا حرف الجيم، أديريه. نعم، أين حرف الجيم أيضا؟ هيا. جيد. جيد جدا. هل ما زال لدينا حرف الجيم؟ انظري جيدا، ما زال لديك؟ لا. انظري، لديك واحدة، يمكنك أن تساعدها إن أردت. جيد جدا. انظروا جيدا يا أطفال، هل هناك حرف الجيم؟ لا. لا. جيد، والآن ستختار الشكل المناسب لحرف الجيم وتضعه في الكلمات، هيا.
أختي. اليوم تعرفنا إلى حرف الجيم. إلى اللقاء يا أصدقاء مع حرف جديد.